صباح الهنا والجمال عليكم، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح آخر يوم في السنة، وإن شاء الله في أول يوم في السنة نبقى مع بعض إن شاء الله على خير وبركة. ربنا يجعل كل أيامكم عيد، ربنا يجعل كل أيامكم مليانة خير وبركة، ربنا يجعل كل أيامكم يا رب راحة وستر وسعادة وراحة بال، أهم حاجة راحة البال. نبدأ كده، مش هقول نبدأ آخر يوم في السنة، بس برضه هنبدأه بتسامح من جوانا، نسامح كل اللي مزعلنا حتى لو بينا وبين نفسنا، مش احنا اللي هنحاسب، ربنا اللي هيحاسب. سامحوا، صفوا النية، سامحوا اللي حواليكوا مهما عملوا فيكوا، سامحوا 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 لأبعد الحدود. التسامح حلو، بيخلي الدنيا كويسة، بيخلي النفس من جوه صافية، بيخلينا قابلين وراضيين باللي ربنا كاتبه لنا. سامحوا، التسامح كويس قوي، ربنا اللي هيحاسب. حطوا في دماغكم حاجة زي كده، مهما كان اللي قدامك مزعلك أو مهما كان مضايقك أو عمل موقف معاك مش حلو وانت ما حبيتوش، سامحوا من جواك. ربنا عامل الأعمار فين، أو ربنا عالم هنكون الدقيقة الجاية هنكون عايشين ولا لأ، نبقى مسامحين وربنا هو اللي شايف ومطلع على كل شيء. نبدأ يومنا بالتسامح، نبدأ يومنا بالتصافي، نبدأ يومنا ان احنا حاطين في دماغنا ان ان شاء الله هيحصل لنا حاجة كويسة. ربنا يجعل يومكم كله خير وبركة ان شاء الله. نرجع لمطبخنا وحلقة جديدة من البلد يوكل مع نونة على شبكة قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود. النهاردة بنحتفل براس السنة واخر يوم في سنة 2018، وبإذن الله بعد الساعة 12 هيبقى اول يوم في 2019. نبدأ ننهي اليوم بصلاة علشان نبدأ السنة بصلاة. بمعنى ايه؟ حاجة هنعملها إن شاء الله كلنا النهاردة، إن الساعة 12 إلا ربع أو طبعا الساعة 11 ونص أو 12 إلا 5 زي ما أنتوا عايزين كده، نبدأ نصلي، نبدأ نصلي عشان الساعة لما تيجي 12 أو 12 و10 وإحنا لسه بنصلي، يبقى ختمين السنة بصلاة وبدئنها بصلاة. صدقوني بتفرق كتير، هتفرق كتير صدقوني. تسامح النفس كده ونصلي وندعي ربنا ان السنه اللي فاتت او السنه اللي هتخلص النهارده ان شاء الله عدت بكل حلوها وبكل وحشها، نتفائل خير للسنه الجديده. ننهيها بصلاه ونبتديها بصلاه، ومفيش احسن من الصلاه طبعا، هي اللي هتقربنا من ربنا وتخليه يعمل لنا كل اللي احنا عايزينه. عليها افضل الصلاه والسلام. هنبدا ايه النهارده او عندنا ايه في مطبخنا؟ عندنا النهارده مطبخنا كله هيعمل الحلو، والحلو ما بيتعملش الا للحلوين وهم متابعي البلد يوكا. عندنا النهارده هنبداها بكيكه سهله وبسيطه جدا، مسمياها كيكه الخلاط لان مقاديرها كلها بتتضرب في الخلاط، وبعد كده مقدار الدقيق عايزين نحطه في الخلاط ماشي، عايزين نعمله في بوله ماشي، زي ما انتوا عايزين. حشينها سهله وبسيطه، حشينها جبنه وسكر. دي الحشوه بتاعتنا، جبنه وسكر، هقول لكم ايه هو نوع الجبنه وايه البدائل بتاعتها، ومزينينها بايه؟ بزداني وجوز هند. اسهل من كده مفيش، اسهل من كده مفيش. هتنزل مقاديري دلوقتي على الشاشه نصورها او نكتبها ونشوف هتبقى عامله ازاي معانا. مقاديري بتقول، هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي، مقاديرنا بتقول ان انا معايا هستخدم الجرامات وبعد كده نحولها لكوبايات. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ الكيكه بتاعتنا النهارده بتتعمل ببيضتين بس، مش ازيد من كده، علشان الناس اللي عندها حساسيه من البيض وما بتحبش البيض الزياده في الكيك. عندنا بيضتين، عندنا 200 مللي زيت سندباد. يعني ايه 200 مللي؟ يعني كوبايه الا سنه بسيطه، وهوريها لكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. 280 مللي حليب يعني كوبايه وربع، باكت بيكنج باودر كامل، 4 معالق كبار كاكاو خام، رشه ملح، معلقه كبيره من الخل، ربع كيلو دقيق، ومعايا كمان او كوبايه وربع دقيق، معايا معلقتين كبار دقيق زياده علشان الخليط معايا لو طلع سايل هزود المعلقتين الدقيق الزياده. هنحشيها بايه؟ هنحشيها بنص كيلو جبنه كريمي. لو الجبنه الكريمي مش موجوده عندنا هنستبدلها بايه؟ هنستبدلها بالجبنه المثلثات اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، بس ما نحطلهاش ملح. ومعايا 150 جرام سكر. هنزين بايه؟ 3 كوبايات جوز هندي ناعم، 3 كوبايات فول سوداني مجروش خشن. سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة صعبة. مقاديرنا بيض، حليب، بيكنج باودر، ومعايا خل وكاكاو، وآدي الدقيق. السكر محطوط في الحشوة اللي هو الجبنة مع السكر، ومعايا الأساس بتاعنا أو التزيين بتاعنا هيبقى بإيه؟ بجوز هند وسوداني. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، آدي البيض علشان الزفارة، هي حد هيقولي مش حاطين مش حاطين فانيليا، لكن حاطين خل، وادي الخل، وادي الحليب. هضربهم كلهم مع بعض وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بسم الله، ادي
هتضربه كويس كده مع بعض، وبعد كده معانا الزيت كده. السوائل كلها حطيناها، بسم الله. ادي السوائل كلها. لو انا خايفه ان الخلاط بتاعي ما يستحملش كميه الدقيق اللي انا هحطها، يبقى هفضي السوائل في بوله وابدا اضربها بمضرب سلك. لو انا الخلاط بتاعي شايفه ان هو يستحمل كوبايتين الدقيق اللي انا هحطهم، يبقى ما فيهاش اي مشكله. وهنشوف دلوقتي مع بعض هيتعمل ازاي. بسم الله، اعمل كده، هحط نص المقدار واضرب كويس قوي، اخلط في الخلاط، وبعد كده احط النص التاني. بسم الله، ماشي معايا كويس قوي. اخلط كده تاني واشغل عليه مره كمان. كده انا ضمنت ان كله مخلوط كويس. اشغل عليه تاني عشان اخر خلطه ليديت. بسم الله، بس كده زي الفل اهو. قبل ما نفضي الخليط بتاعنا، اصبح على رحاب واقول لها صباح الفل. الو، صباح الخير. صباح الهنا، صباح الجمال على عيونك. صباح الخير، صباح الهنا والجمال على عيونك. عامله ايه؟ الحمد لله والله، كل سنه وانت طيبه. وانت بالف صحه وسعاده حبيبتي. استاذنك توطي التلفزيون. طيب حاضر، تسلمي لي. معلش، امبارح كان في سؤال نسيت اقوله لحضرتك. اموريني وخط فصل. اموريني. ربنا يخليكي. بالنسبه لشجره الكريسماس اللي حضرتك كنت عاملاها، تمام، اللي هي بالجبنه، ينفع العجينه بتاعتها تتعمل عيش فينو؟ اه طبعا ينفع. انا قلت العجينه دي تتعمل عيش فينو. العجينه طيب دي. وبالنسبه لقدره قادر مال، انا عملتها مش عارفه، حسيت ان انا متلخبطه في الفرن، يعني هي طالعه المفروض لما اقلب الكب كيك او اللي هي البريوش، لما اجي اقلبه الاقي الكيكه تحت والكريم كراميل، وبعدين الكراميل من فوق. اه تمام، صح كده. طيب انا عملت المقادير مظبوطه بالنسبه للكيك والكريم كراميل، وصبيتهم زي ما حضرتك قلتي، تمام، وبعدين دخلتهم الفرن. لما تمام. طلعتهم لقيت على الوش الكريم كراميل اللي هو اللي فوق. ما هو الكريم كراميل. لقيت قلبت البريوش لقيت الكيك هي اللي تحت. ده كده صح؟ انا صح ولا غلط؟ ايوه، لا هو كده صح. انت لما اقلبه الاقي الكيك هي اللي فوق، تمام؟ لما بتقلبي، لا ما بتقلبي بيبقى الكيك هو اللي تحت. الكيك اللي تحت. اما بتقلبي الكيك هو اللي تحت. اول رق بيبقى الكيك، تاني رق الرق الكراميل، تاني الرق الاخير اللي هو الكريم كراميل. تمام كده؟ يعني انا كده صح. اه تمام، تسلمي لي حضرتك. طيبه وانت بالف خير حبيبتي، نورتيني باتصالك. كل سنه وانت طيبه وايامك كلها خير وسعاده يا رب. بصوا كده واحنا بنتكلم رحاب عملنا ايه. الصينيه عندنا اهي، وادي ورقه زبده في الارضيه بالشكل ده كده. وهعمل ايه؟ هروح دهنه ورقه الزبده بتاعتنا بسنه بسيطه قوي من زيت سندبيت بالشكل ده كده. كده اهو، ورحت الجوانب اللي فوق بنفس الفرشه بتاعتنا، ورحت دهناها هي كمان بالشكل ده. ما احتاجناش معلقتين الدقيق اللي انا قلت عليهم، يبقى احنا كده مش هنستخدمه. اعمل كده، ادي الخليط بتاعنا اهو. كميه السوائل مظبوطه قوي على كميه الدقيق. لو كنا حطينا المعلقتين الزياده كان زمانها هتبقى تقيله قوي معانا، فعشان كده قلت نعمل ونسيب معلقتين الدقيق بره. والله احتجناهم ما احتجناهمش خلاص. والناس اللي بتخاف على الخلاط او الخلاط بتاعها
السرعة بتاعته أو الوط بتاعه مش هيستحمل ضرب الخليط ده في الخلاط، يبقى هنعمل إيه؟ هنضرب كل السوائل، هنضرب كل السوائل في الخلاط ونروح مفضينها في بولة أو في طبق غويط، ونبدأ ننزل بالدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر بالراحة، ونخلط بإيدينا بالمضرب السلكي ما فيهاش أي مشكلة. عايزة تعملي كله بالمضرب الكهرباء وتوفري على نفسك خطوة الخلاط برضو ما فيهاش أي مشكلة. الأدوات اللي موجودة عندك هنستخدمها، بصوا كده بنطلع الهواء اللي في الكيكاية بالشكل ده. طبعا انا اصلا ضامنه ان في الارضيه ورق زبده فمش هتلزق، ودهناه ورق ودهناه زيت فبرضه مش هتلزق، الجوانب مدهونه زيت فبرضه مش هتلزق، هتطلع معايا زي الفرن. الفرن بتاعنا شغال على 180 قبل ما ابدا اعمل اي حاجه خالص، هحطها في الرف الوسطاني لمده 35 دقيقه زي تسويه اي كيكه عاديه، ولما تطلع بعد ال 35 دقيقه ابدا ان انا اختبرها من نص الكيكايه بعود خله بحرف سكينه زي ما انتم عايزين. طلع معايا نضيف هروح قافله الفرن وسايباها جوه، مش هخرجها لبعد 10 دقايق ويكون مفيش تيار هوا زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده. اهم حاجه في الكيكايه بتاعتنا انها تبرد تماما قبل ما احشيها، وده اللي انا عاملاه، عامله واحده قبل الهوا وسايباها تبرد تماما علشان نبدا نحشيها ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. هطلع فاصل وهرجع من الفاصل نجيب الكيكايه اللي احنا عاملينها ونشوف هنحشيها ازاي وهنشوف هنزينها كمان ازاي. شويه صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان احنا جبنا نسخه الكيكه اللي احنا كنا عاملينها ومقطعينها ثلاث رقات زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدا دلوقتي، وعملت ايه كمان في الفاصل؟ ضربنا الكريمه بتاعتنا او الجبنه الكريمي بالسكر وبقت بالشكل ده. حشوه مختلفه شويه، عايزين تحشوها كريم شانتيه ما فيهاش اي مشكله، عايزين تحشوها اي صوص شوكولاته برده ما فيهاش اي مشكله، بس انا حبيت النهارده ان الحشوه بتاعتنا تكون مختلفه وطعمها كمان يكون مختلف. هنعمل كده بالشكل ده، طبعا يا نونا مش عايزه اعمل كيكه الشوكولاته وعايزه اعملها كريمه، فيها مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله، هنعملها وممكن نحشيها كريم شانتيه داخله كاكاو، ممكن نحشيها كريم شانتيه داخله صوص فراوله زي ما انتوا عايزين. حته الحشوات دي انا قلت قبل كده بترجع لكم انتوا بالشكل ده كده. وادي الطبقة التانية، يبقوا قد بعض بالظبط كده، وابدأ ان انا برضو احشيها. بالشكل ده لحد ما تخلص الثلاث رقات بتوعنا. قلت اختيارات بدل الجبنه، احنا طبعا عاملين قبل كده مع بعض الجبنه الكريمي، هنعملها ونحط عليها سكر ما نحطش عليها ساعتها ملح، وهتطلع معانا حشوه في منتهى الجمال. الحشوه اللي تعجبك، عايزه تحشي كريمه زبده، عايزه تحشي كريم شانتيه، زي ما انت عايزه. وادي الطبقه الثالثه وهي ارضيه الكيكايه، بصوا كده لونها مش غامق، هو عشان الكاكاو بتاعنا اللي احنا مستخدمينه في النسخه هو اللي غامق، كاكاو خام بس غامق، لكن الكيكه بتاعتنا مش محروقه، عشان ما حدش يقول دي محروقه، لا هي مش محروقه، هي الكاكاو غامق. ممكن برضه بصوا كده ليه اتعمدت ان انا احط ارضيه الكيكايه هي اللي فوق الوش علشان تبقى ناعمه ما يبقاش فيها اي حاجه من التقطيع. بصوا كده
صباح الفل يا نور. الو الو الو، صباح الفل. ماشي، ازيك يا نور؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب وبالف خير يا رب. طيب الحمد لله، ربنا يبارك لك. قول لي عايز ايه؟ لا مش سامعه. عايز ايه؟ عايز ايه يا ندى؟ طب حاول تكلمنا تاني يا نور. بصوا كده، بخلي دي ناعمه خالص بالشكل ده. صباح الفل يا ام عبد الله. صباح الخير يا شيف نور. صباح الهنا والجمال على عيونك. عامله ايه حبيبتي؟ ربنا يخليكي، الف سلامة على صحتك يا حبيبتي. الله يسلم عمرك يا رب، ما تحرمش منك. ربنا يخليك يا رب، انا بحبك جدا على فكره. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يعزك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ 10 اسئله مش سؤال واحد. لا هو سؤال واحد عايزاكي تجاوبيني عليه. اموريني. ايه هو اسم حضرتك نونا ده، اسم الدلع ولا اسم الحقيقي؟ اسم الدلع، اسم الحقيقي نعمه. ربنا يخليكي، احلى اسم، ربنا يخليكي. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني باتصالك. كل سنه وانت بألف خير يا رب. بصوا كده، بحرف السكينه ببدا ان انا اقسم الكيكايه بتاعتنا. ليه؟ علشان ابدا ازين اللي انا هعمله دلوقتي. بصوا كده، هنعمل ورقه زبده وهروح مطبقه كده. التزيين عندي النهارده بايه؟ هزين بجوز هند، وهزين كمان بسوداني مجروش. الحروف دي هزينها بايه؟ هقول لكم دلوقتي حالا هنزينها بايه. بصوا كده، انا ليه عملت الورقه دي؟ عشان اعمل كده. صباح الفل يا ام محمد. ايه صباح الفل، صباح الجمال على عيونك. عامله ايه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير، تسلمي لي. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالف صحه وسعاده يا رب، ما تحرمش منك. الله يخليكي. أموريني. لو سمحت عندي شخدة نعزة، عايزة أعملها في البوتاجاز. عندك إيه؟ شخدة نعزة. عندك الخير كله يا رب. الله يخليكي. عيوني، حاضر. نفسي أعملها في البوتاجاز. عيوني، بس كده تأمريني. أشويها عيوني. أعملها في البوتاجاز عندي. عيوني، حاضر. نقول لك. قولها لي. عيوني، حاضر. ننزل لك دلوقتي تتبيلة الفخدة، وهتنفع لفخدة معزة، فخدة خروف، زي ما أنت عايزة. عيوني، حاضر. نورتيني حبيبتي باتصالك، نورتيني. يا ندى، تتبيلة الفخدة نطلعها لو سمحت. شكرا. بصوا كده دلوقتي، واحنا بنقسم الكيكاية بتاعتنا اصلا فضل منها كيك اللي هو اول طبقة على الوش. عملت بيها ايه؟ حطيتها في الكبة ورحت فرماها علشان ازين بيها الجوانب بتاعت الكيكايه بتاعتنا. مفيش عندنا حاجه بتترمي، كله هنستخدمه ان شاء الله. بالشكل ده كده اسهل طريقه للتزيين، تالي مفيش اسهل من كده. طب الجوانب اللي احنا مبهدلينها دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هنجمعها دلوقتي على حرف التورتايه بتاعتنا او حرف الكيكايه بتاعتنا بالشكل ده. بصوا كده، والكيك اللي احنا فارمينه هيجي لنا دلوقتي. استاذنك يا ندى يجي لي الكيك المفروم علشان نكمل بيه التزيين بتاعنا. عايزه انزل السوداني وعايزه انزل جوز الهند على الجوانب، ما فيهاش مشكله، بس لما يتعمل بنفس تغليفه الشوكولاته نفسها او نفس تغليفه الكيكايه نفسها بيبقى احسن بكتير. وهنشوف دلوقتي لما يجي لنا ونشوف هنعمل فيه ايه. كده يجي لنا الكيك المفروم ونعملها ونشوف لما تتقطع كمان هتبقى عامله ازاي. على ما يجي لنا الكيك المفروم نقدم دي كده، وعلى ما يجي لنا الكيك المفروم عشان نعمل بيه جوانب الكيكايه بتاعتنا ونقطعها من جوه ونشوف حشوتها شكلها عامل ازاي، تنزل معانا مقادير المهلبيه العجيبه. يعني ايه مهلبيه عجيبه؟ يعني بنعمل مهلبيه وبنعمل برضو عصير البرتقال مهلبيه، لكن العجيب فيها تقفلها في الشكل النهائي بتاعها بيكون عامل ازاي.
هنبدا ننزل مقاديرنا دلوقتي. ومقاديري بتقول ان انا معايا 6 كوبايات حليب، هنحط عليهم كوبايه نشا، وهنحط عليهم كوبايه سكر مع الفانيليا. دي الطبقه الخارجيه من المهلبيه. الطبقه الثانيه عباره عن ايه؟ 6 كوبايات عصير برتقال، ومعاهم كوبايه سكر، ومعاهم كوبايه نشا. تمام، دي المقادير بتاعتنا. تاني على ما تنزل مقاديرنا على الشاشه نشوف اكون انا عملت الكيك بتاعنا من الحروف. المقادير بتاعتنا على الشاشه. الطبقه الخارجيه بتتكون من ايه؟ بتتكون من 6 كوبايات حليب، وعليهم كوبايه سكر، وعليهم كوبايه نشا، ومعاهم فانيليا. الطبقه الداخليه بتتكون من 6 كوبايات عصير برتقال او عصير يوسفي زي ما انتوا عايزين، ومعاهم برضو كوبايه نشا، ومعاهم كوبايه سكر. كل ده بيتدوب على البارد الاول، وبعد كده يترفع على النار علشان يديني قوام المهلبيه اللي انا عايزاه. بس العجيب فيها بقى هو ده كده، احنا لسه ما وصلناش للخطوه العجيبه اللي احنا بنتكلم عليها. العجيب فيها ان هي بتتصب جوه بعضها وبتطلع بعد كده عامله زي البيضايه. هنشوف شكلها. طبعا انا عامله نسخه من امبارح وسبتها في الثلاجه تجمد، وهنشوف شكلها هيكون عامل معانا ازاي. ادي الكيكايه بتاعتنا اهي، ما خدتش معانا وقت، ما خدتش معانا حاجه، ولا حتى كلفتنا تكلفه سهله وبسيطه جدا بالشكل ده كده. هنسيبها شويه وبعد كده نبدا نقطعها ونشوف ايه شكلها من جوه. هنبدا في عمايل النشا، هندوب كله على البارد زي ما انا ما قلت، وبعد كده يترفع على النار بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حلتين اهم، ممكن انقل لك دي اوكي، انقلها كده هنا عشان نعرف نشتغل. عندي حلتين اهم، بسم الله الرحمن الرحيم. حله هنحط فيها الحليب، وحله هنحط فيها عصير البرتقال. السكر هنا وهنا، ندوبهم كلهم الاول، وبعد كده نبدا ننزل بالنشا وبرده يتدوب على البارد كده. ادوب السكر كويس الاول وانزل بعد كده بالنشا. كل دوت تدويب على البارد، ما ترفعش على النار، عشان لو اترفع على النار والحليب والبرتقال سخنوا معانا، مجرد ما ننزل النشا هنلاقيها كلكعت في ايدينا وما بقتش مديانا الخليط الناعم اللي احنا عايزينه. ادي كوبايه نشا على الحليب، دوب على البارد كده، ومجرد ما يتحط على النار ايدينا ما تسيبهوش، لان انا عايزه سمك الحليب بالنشا يبقى اتقل من سمك البرتقال بالنشا. وهنشوف مع بعض السمك اللي هنوصل كده. بصوا كده هنا النشا دابت معايا خالص، ارفعه على النار وايديا تفضل فيه علشان ما يكتلش معانا وعلشان ما يتلسعش الارضيه بتاعته. تمام، ادي الناحيه دي الحليب بالسكر، ندوب السكر، ننزل بكوباية النشا، ندوب خالص، وبعد كده نرفع على النار. وخلوا بالكم من حتة ان انا عايزة الخليط اللي هو الحليب يكون اتقل من خليط البرتقال، علشان ده لما يتحط جوه ده يبقى عارفين يدخل جواه ويديني الشكل اللي انا عايزاه. طب نقلب دوت ونحطه على النار ونطلع فاصل، ايه رأيك؟ ادي ده كمان اهو على النار. يبقى عندنا كده حليب سكر فانيليا نشا على النار، وهنا نفس المقدار 6 كوبايات برضو عليهم كوبايه سكر وعليهم كوبايه نشا مع البرتقال على النار، الاثنين على النار، وبنقلب الاثنين بالشكل ده علشان يدونا السمك اللي احنا عايزينه. هطلع فاصل، وما ارجع من الفاصل هنشوف عملنا المهلبيه العجيبه بتاعتنا دي ازاي. بتتزين بجوز هند كده، وهقطع لكم منها قطعه دلوقتي علشان تشوفوا شكلها بيبقى عامل ازاي من جوه، ولما نرجع نشوف هنوصل للشكل الجميل بتاعها ده ازاي. Thank you.
رجعت من الفاصل. رجعت من الفاصل، كنت بعمل ايه؟ قطعنا الكيكايه بتاعتنا بالشكل الجميل ده، وادي شكلها من جوه وطبقاتها هشه وجميله ومعانا في منتهى الجمال بالشكل ده كده. وطبعا المهلبيه العجيبه شفناها مع بعض. نيجي بقى نشوف دلوقتي هنقفل المهلبيه العجيبه عفوا عشان تطلع لنا بالشكل ده ازاي. هنا عملت المهلبيه اللي هي بالحليب والسكر والنشا والسمك بتاعها، بصوا بالشكل ده تمام. البرتقان بالنشا بالسكر عايزاه يكون اخف من كده عشان لما اصب الاثنين جوه بعض يدخل معايا بكل سهوله ويطلع معايا لما تجمد يطلع معايا بالشكل اللي احنا عاملينه ده. عايزه بس دي كده تمسك معايا شويه. نبدا نصب ده. بصوا القالب اللي انا مستخدماه. انا استخدمت ده هو اللي انا عامله فيه النسخه امبارح تمام. اهم حاجه يكون تيفال، ما يكونش بيلزق علشان يطلع بكل سهوله، لان احنا مش هينفع ان احنا ندهنه، هو مش كيك، مش هينفع ندهنه زبده، مش هينفع ندهنه اي حاجه خالص، فلازم يكون تيفال او غير لاصق علشان يطلع معانا بكل سهوله القالب بتاعنا. هنبدا نحط اول طبقه بتاعتنا اهي، نحطها عادي خالص بالشكل ده. اهم حاجه تجمد كويس، يعني النسخه بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي انا عاملاها من امبارح بعد الهوا وسبتها في التلاجة ومشيت علشان اجي الصبح الاقيها ماسكه براحتها وتطلع معانا بالشكل المتماسك ده. بصوا كده اهو، عندي مهلبيه البرتقال بدات ان هي اهي تمسك. بصوا السمك بتاعها اللي انا عايزاه اهي، تقيله بس سايله مش مكتله، يعني النشا بتاعتها لسه ما نشفتش قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل كده. بصوا كده، اهم حاجه ايدينا تكون فوق علشان ضغط الصبه بتاعت المهلبيه تدخل في نص المهلبيه الثانيه. بصوا كده اللي انا قصدي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي بتدخل جوه. بصوا اهم حاجه علو الايد علشان ضغط الصبه بتاعتنا، بصوا هي اللي هتملى المهلبيه بتاعتنا من جوه اهي. بصوا بتعلى 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 معانا لحد ما يتميل القالب خالص اهي بالشكل ده. واروح جايبه اخر حاجه، خلاص القالب بتاعنا اتملى، اروح اخر حاجه جايباها كده علشان لما اجي اقلب يبقى في الطبقه بتاعه المهلبيه اللي معموله من الحرف من تحت. اسهل من كده مفيش. اهم حاجه سرعه التنفيذ، اهم حاجه الخطوات بتاعتنا تطلع مظبوطه. دفع الصب اللي احنا عاملينها دي كده علشان تتصب جوه الطبقه الخارجيه هي اللي هتظبط لنا الشكل اللي احنا عايزينه. كده خلصت، هتتساب تهدى بره الثلاجه شويه وبعد كده تتحط في الثلاجه لتاني يوم عشان نبدا ان احنا نقلبها بالشكل الجميل ده. اصبح على مريم ولا صباح الفل؟ الو صباح الفل يا نونا يا حبيبتي، عامله ايه؟ صباح الهنا والجمال عليك يا ماما مريم، عامله ايه؟ الله يخليكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انت بالف صحه وسعاده يا رب. واحب اقول لك انا تفوت حبيبه قلبي كلها كلها كلها، وانت عارفه وانا كاتبه لهم كده على الصفحه امبارح، حبايب قلبي كلكم كل سنه وانتم طيبين ودايما في تقدم كده ان شاء الله يا حبيبتي، وربنا يا رب كده يبارك لنا فيكم كده كلكم يا رب. تسلمي لي حبيبتي. تسلمي لك على الحاجات الجميله دي. سلم عمرك. ايه رايك في حلقتنا النهارده؟ لا والله دي روعه، والله جميله يا حبيبه قلبي، كل حلقاتك جميله يا نونا. تسلمي لي حبيبتي. تسلمي لي عيونك، هي اللي جميله. تسلمي لي الله يخليك يا حبيبتي. تسلم ايدك يا حبيبتي. سلم عمرك يا رب كده، والله تسلمي لنا كده من كل رد يا رب. تسلمي لي حبيبتي. تسلم عمرك من كل شر يا رب. نورتيني يا ماما مريم، وعيد سنه سعيده عليكي وعلينا وعلى كل العالم اجمعين يا رب. نيجي بقى دلوقتي للصنف الثالث بتاعنا. الصنف الثالث بتاعنا مش هقول ان هو غريب، بس مكوناته حلوه وسهله وبسيطه، والتقديم في الاخر شكله في منتهى الجمال. هوريكم انا عامله ايه. انا عايزه اعمل بس الحشوه الاول علشان احشي بيها وازين، وبعد كده اقول لكم مقادير وصفتنا. المقادير طب تنزل معانا والحشوه والتزيين، وبعد كده نشتغل نشوف مقاديرنا بتقول ايه. مقادير النهارده احنا عاملين بسكوت بالشوكولاته او بسكوت محشي. غريب شويه وتقفيله كمان اغرب. مقادير بتاعتنا نزلت على الشاشه. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه لعجينه البسكوت. معايا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر و3 أصفر بيض، 150 جرام زبدة، 80 جرام سكر وفانيليا. معانا ايه تاني؟ طب فين فين الدقيق؟ فين الدقيق في العجينة؟ لا فين الدقيق في المقادير؟
طيب الكريمه اللي هنحشي بيها البسكوت عاملين ايه؟ 150 جرام زبده، 130 جرام حلاوه طحينيه، و120 جرام فول سوداني مفروم ناعم. دي الحشوه بتاعتنا عباره عن زبده حلاوه طحينيه، ما تستغربوش ان هي محشيه حلاوه هتديها طعم حلو جدا مع سوداني مجروش ناعم. دي الحشوه بتاعتنا. الغلاف الخارجي اللي هو الشوكولاته هنستخدم لها ايه؟ هنستخدم لها 200 جرام شوكولاته مذابه او ربع كيلو شوكولاته، هندوبها على حمام ميه. بصوا كده معايا على ما المقادير تنزل لنا تاني ونبدا نشتغل في العجينه. بصوا كده، دي قوالب سيليكون انا اشتغلت بيها قبل كده على شكل فيونكه، على شكل قالب، على شكل اللي انتوا عايزينه، على شكل قلب زي ما انتوا عايزين. ورحت مدوبه الشوكولاته على حمام بخار، وبعد كده رحت ماليه الفراغ بتاع القالب السيليكون بس هنا فاضي علشان لما اقلبها واطلعها من القالب السيليكون يديني نفس شكل القالب السيليكون نفسه. تعالوا كده هنا نبدا ان احنا نطلع الشوكولاته بتاعتنا بالراحه علشان ما تتكسرش. انا عملت طبقتين، خلوا بالكم اللي انا بقوله. الشوكولاته دي انا عملت اول طبقه وسبتها في التلاجة مسكت شويه، وبعد كده رحت عامله لها طبقه ثانيه. ليه عملت كده؟ علشان تبقى تقيله معايا لما اجي افكها ما تتكسرش بسهوله. بصوا عامله ازاي، طبقتين شوكولاته علشان لما اجي افكها ما تتكسرش بسهوله. لو عملت طبقه واحده مجرد ما اجي افكها من السيليكون هلاقيها اتكسرت في ايديا، فبعمل طبقتين وبتبقى مفرغه بالشكل ده. اجيب طبق طيب نحط فيه الشوكولاته بتاعتنا، وهطلع فاصل اكون فككت باقي الشوكولاته. ممكن نفكك واحده من الفيونكه قبل ما نطلع؟ ممكن. طيب اوكي، نطلع كمان واحده من الفيونكه اهي، نشوف شكلها عامل ازاي. الطبقتين هيدونا شوكولاته متماسكه، بصوا كده ما شاء الله عليها. بصوا شكلها، شكل القالب، واخده شكل القالب اللي احنا مستخدمينه، قلب دايره فيونكه زي ما انتوا عايزينه. هطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ اكون فكيت باقي الشوكولاته بتاعتنا من القوالب، ونرجع نشوف هنحشيها ازاي وشكل البسكوت او عجينته هتبقى عامله ازاي. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ شلت مقادير العجينه وهقولها لكم، وهتنزل معانا على الشاشه تاني علشان تكتبوها. عجينه بسكوت زي عجينه اي بسكوت احنا عملناها مع بعض قبل كده. مقاديرنا بننزل بصفار البيض، مش مستخدمه بياض، مستخدمه صفار بس علشان يديني طراوه ويديني نعومه في البسكوته، ما تبقاش ناشفه، علشان انا عايزاها لما احطها مع الشوكولاته تبقى طعمها دايب مع بعضها. بصوا كده حطيت ايه هنا. دي الحشوه بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ عباره عن حلاوه طحينيه مع زبده، واروح واخده كده شويه سوداني مجروش معاها بالشكل ده كده، واخلط كله مع بعض. دي الحشوه بتاعتنا، هنحشي بيها الشوكولاته، وبعد كده هروح لازقه فيها قطعه البسكوت اللي على قد الشوكولاته اللي احنا عاملينها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هعمل كده دلوقتي. بصوا كده، ادي الشوكولاته بتاعتنا اهي اما فكيناها من القوالب، واروح عامله كده. وهخليها على الحرف من فوق علشان تمسك في البسكوته بتاعتنا. بصوا على حرف البسكوته، على الحرف الشوكولاته اهي كده. وادي البسكوت عندنا مقطعه شكل دواير على قد الشوكولاته القالب بتاعنا، ومقطعه شكل الفيونك، واروح عامله كده. هو بصوا الحشوه لازم تكون على الحرف علشان تلزق في البسكوته اهي كده اهي، واروح عامله كده بالشكل ده. وقبل التقديم اسيبها في التلاجة حوالي 10 دقايق علشان الزبده تمسك معانا وتمسك في البسكوته كمان.
عيدي واحدة تانية اهي نحشي كده. الحلاوة الطحينية مع السوداني مع الزبدة في منتهى الجمال. بس طبعا في الوصفة دي اصحاب الدايت يمتنعون خالص. بالشكل ده نشوف الفيونكة معينا برضو نحشيها، وبنحشي بالراحة خالص علشان ما تتكسرش في ايدينا. صباح الفل يا رهف. الو. صباح الهنا. الو. الو مع حضرتك. طب حاولي تكلمينا تاني يا رهف، نورتيني باتصالك. بصوا كده بتتملي خالص كده. اهم حاجه الحشوه تبقى طايله الاطراف علشان تمسك معانا في البسكوت بالشكل ده كده. انا حاولت على قد ما اقدر اني البسكوته تكون نفس شكل الفيونكه بالشكل ده. اسهل من كده مفيش. فكرة مختلفة شوية، راس السنة والاحتفالات راس السنة بتبقى عايزة التجديد، عندك ضيوف عازمة حد معاكي على العشاء هيسهر معاكوا لحد الصبح مثلا، او هتسهروا عازمين ناس، واحد بيبقى عايز حاجة مختلفة. هطلع فاصل، هرجع من الفاصل اعمل ايه نشوف بقى عجينة البسكوت بتاعتنا كانت مكوناتها ايه واتعملت ازاي، وهنقطعها دلوقتي قدام حضراتكم. طبعا دي انا عجينة عاملاها قبل الهوا وفرداها بالشكل ده علشان اقطع منها على طول. شوية صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حتة مستنياكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ كنا خلصنا حشوة الشوكولاتة بتاعتنا بالبسكوت زي ما حضراتكم شايفين شكلها كده عند التقديم، وعند الاكل كمان الحشوة بتاعتها في منتهى الجمال. مقادير البسكوت هتنزل معانا على الشاشة دلوقتي وهنقول احنا عملناه ازاي، وعلى ما تنزل مقاديرنا هكون شلت البسكوت كده اللي احنا قطعناه بالقطاعة المدورة بتاعتنا. طبعا مقاس القطاعة بيبقى قد مقاس قالب البسكوت او قالب الكيك، اسفة قالب الشوكولاتة اللي احنا عاملينه. يعني انا النهاردة استخدمت القطاعة دي طلعت اكبر سنة بسيطة عن قالب البسكوت القالب الشوكولاته اللي احنا عاملينه بالشكل ده. لو عندك قد المقاس بالظبط هيبقى طبعا افضل، بس ما فيش مشكله لو طلع ازيد شويه بالشكل ده كده. يعني ما تكلفوش نفسكم ان انتوا تروحوا تجيبوا قوالب مخصوص علشان تعملوا مقاس البسكوت قد مقاس قالب الشوكولاته. مقاديرنا نزلت على الشاشه معايا 350 جرام دقيق عليه نص معلقه صغيره بيكنج باودر، 3 اصفر بيض، 150 جرام زبده، 80 جرام سكر، ومعايا فانيليا. الحشوه بتاعتنا كانت عباره عن ايه، او الكريمه بتاعتنا اللي حشينا بيها كانت عباره عن 150 جرام زبده، 130 جرام حلاوه طحينيه، و120 جرام فول سوداني. دي الحشوه بتاعتنا. للتزيين الاضافي انا كنت حاطه مربى فراوله وحاطه كمان سوداني مجروش. ده بنعمل بيه ايه علشان اللي هيبقى عامل القوالب قد بعضها، لو احنا استخدمنا القوالب قد بعضها بعد كده اما بتلزق مع بعضها شويه في التلاجة بنمسكها وندهنها من على الحروف بالمربى وبعد كده بننزلها في السوداني المجروش. ده لو احنا عاملين القوالب قد بعضها. طيب البسكوت بتاعنا عندنا زبده وسكر ينزلوا مع بعض يتخلطوا كويس يبقى الخليط كريمي ولونه يفتح معانا، هننزل بعديها عليهم بصفار البيض مع الفانيليا. يتخلطوا كويس قوي وبعد كده نحط البيكنج باودر مع الدقيق وينزل بالتدريج لحد العجينه بتاعتنا ما تلم. لمت معانا وبقت متماسكه نبدا ان احنا نحط ورق زبده نفردها عليه. بصوا العجينه بتاعتنا اهي
مجرد ما تبقى كده ما نخلطش كتير زي عجينه الطرط بالشكل ده كده، ما نخلطش كتير عشان لو اتخلطنا كتير، لو خلطنا كتير هتدينا عرق، وانا مش عايزه العجينه بتاعتنا عرق. بنفردها على ورق زبده، بنبدا نقطعها بالشكل زي ما قلت لحضراتكم كده، حطيناها في صاج مدهون زيت او مدهون محطوط فيه ورق زبده ومحطوط عليه زيت، استوى على درجه 180 او 170، مجرد ما ياخد اللون الجميل زي ما احنا عاملينه كده نبدا ان احنا نطلعه يهدى خالص ويبرد تماما، وبعد كده نبدا ان احنا نحط عليه الشوكولاته بتاعتنا. بعد الحشوه بنحطه في الثلاجه علشان يمسك، وعند التقديم بيقدمه بالشكل الجميل بتاعنا ده. دي كانت حلقتنا النهارده، آخر حلقة لينا في سنة 2018، وإن شاء الله بكرة يبقى في حلقة جديدة في سنة 2019 معايا، ومنوريني دايماً في كل وقت وفي كل أدين وفي كل زمان وفي كل مكان. بتمنى لكم دايماً حياة سعيدة، بتمنى لكم دايماً أيامكم كلها تبقى مليانة خير وبركة بإذن الرحمن. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة. أسيبكم من النهاردة لآخر يوم في السنة، لبكرة بداية سنة جديدة في حفظ الله، وأقول لكم السلام عليكم. مشوي ومقلي وهبنا علينها، دي هتاكل.
شيف لا بتحريف حاجة عكف بالملي وزنها مشوي ومقلي وهو بنعلنها دي هتاكل ايدك ورا منها طبخة شيف لا بتحريف حاجة عكف بالملي